في بزرت اختي اسمش نقول لك الباهيه غاليه، الغاليه الزوالي ماهوش ياكل فيها. اذا كان انا ناخو حكه طماطم ناخوها 4450 ونبيعها 4500 فيها 100 فرانك نهزها من الدب ونحطها في داري، نجيبها قدام المرشي نجيبها على قلبي الكرزونه نحطها فهمت تبيع ما تبيعش نربح 100 فرانك. كي انت يا حبيبتي وتجي تقول لي مد لي ساشي، مد لك ساشي 100 فرانك ما نربح حتى شيء. اللي كان واحد تبدا عندها بيبي ولا عندها سيكان تقول لك بدي لي ساشي شو نقول لك؟ نقولها لا ما تشريش. باه انا كي عندي كي نربح 100 فرانك تحبيني ال 100 فرانك نشري بها كيلو عنب ب 8500، تحبيني ناخذ كيلو لحم ب 54 دينار؟ ما فماش 38 هذا، هذا 38 نحيا. اجي سامبل ونمشي انا معاك وناخذ تراك خذي لي كيلو لحم ب 4 ب 38، خذ لي انت هاو تو نعطيك خذي لي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا من العيد لا دخلت اللحم ولا شريت قش. يعني من العيد من العيد ما شريتش اللحم. عندي دجاجات مربيتهم كل مره نذبح واحده نقسمها على سته سبعه مرات، اليوم طيبت مثلا بالدجاج نقعد جمعتين ثلاثه نطيب خضره اللي منه ومنه نتفتف وبعد نرجع لك خريطة الدجاج نعملوا شربه نعملوا كسي نعملوا مخبر ونحنا ماشيين. الزوال يحب يعيش يعيش اخت ينجم يعيش، مال شنو يعمل يغور على متاع الناس ما نجمش ناخذ حاجه. حتى واحد لا يسالني فرانك ونخدم ولاباس عليا والحمد لله الحمد لله وعمري 70 سنه ها لاباس وعندي الدم وعندي السكر وعندي الغص والله ونمد لك الاوراق الدواء معاي فهمتيني ولاباس شنو نعمل؟ كنتي بالعايله ربي يعيش لنا تونس مات وخلاني ثمانية ست صغار والست صغار كبرتهم وبنيت لهم وعملت لهم وعرست لهم والحمد لله. والربي انا نخلط والرسول يبارك والله 100 فرانك نربح ونربح 50 فرانك والله والحمد لله وربي خلينا تونس حاجتنا بالبلاصه برك ما حاجتناش خليه ياخذوا الكراسي والفلوس ويهزوا يهزوا يهزوا تونس راهي معاها ربي راهي معاها ربي ما يتيحت شيء. ثمانية صغيرات كبرتهم تبارك الله وحدك وضحيت ومش مسهل طبعا وصلتهم كبرتهم ومش مخايبين معايا باش اما لكن ما يقدروش كل واحد عنده مشكلته فهمتني؟ اما باش نقول لك هما خايبين معايا لا مش خايبين معايا، من ولفت نخدم على روحي ولفت ما عنديش جيران باش نقعد ونحلقك الحكايات كهو خدمه دار خدمه دار كهو هذا كهو يجوا يحلوا معايا مثلا خدرج بلاه يجي يحل معايا واحد بعد يمشي يخدم على روحه. بالوقتاش وانت تمارس في المهنه هذه؟ مارس هذايا عندي توا 30 سنه. بارك الله. 30 سنه ملي مرض راجلي تو ملي مات 20 وقبل 21 محسوب 40 سنه. فهمتني؟ 41 21. والمهنه هذه طبعا عايشتك وكبرت بها صغار. عايشتني وكبرتني ويرحم بنيت منها الديار بنيت دار. فاهمك انا بعثت للزين الله يرحمه جبنا له رحمه. عملت له فاكس رجع لي قال لهم شوفوا المراه هذايا جاني المعتمد وجاني جمعته والكل ايش بي قلت له انا طالبه تعطوني بلاصه وين نخدم قال لي خذي كردونه انا كردونه قلت له انا عندي ثمانيه في العيله راجل مريض مي. كردونه شنو كل يوم ناخذ كردونه قال شبيك تكلمك هي مالو قلت له شنو نعمل انا اعطيني بلاصه نحب بلاصه نخدم فيها اعطونا هما على اساس حانوت يعني صحونا في حانوت بالموافقه كنت فيه. انا فكر صار فتره هذيك يقدم على رجلي في السبيطار حشقه سولو ساقيه زوز افهميني فرقوا الحوانة احنا في السبيطار كي جيت لقيت الدنيا كلها تحاس هزيت الطاوله هذاك ونسيت نصبت لهم فاس في المركز خاطرش في دي الجوابه فهمتيني وهي قلت لهم اعطوني بلاصتي تي هو تي هذايا توا الوالي والرئيس مصحين فيه خرج دي محمد ليلي رئيس المركز وقت خرج من السكول قال اللي عندها جواب هكا تدخل دي دخلنا خذينا البلايص هذي اللي خذاونا الحانوت بالقمر مسكرين وفلسوا نحن كل البلايص هيك الله يبارك لها الفضل لكل ربي راهو العبد ما ينكرش فضل ربي فهمت ما نقولكش راني ولا ما نكسبها انا متحافظ على روحي انا يقولوا لي حشاق قامله يقولوا لي مش حاحه الا التجار يعني اموري اذا اموري لا ترى فيا مسخه لا ترى فيا راسي بالقمل لا ترى فيا يدايا بالسيبان بالقمل هاك يدايا فهمتني ماكلة شاربة نظيفة نصرف على قد النجم خبزي يبات نسخنه وناكله مقرونتي تبات نسخنها وناكلها يعني حكي لك يحبهم يلوحوا خليه يلوحوا يحبوا ياخذوا كيلو عنب ب 8500 خليه ياخذ والله العظيم الدقله تو جديده قلت لك نحلف لهذاك مشيت هزيت له 10000 صرت نرجعها هزيت خذيت كعبه والله الا ذقتها تو خذيت كعبه والله
خاطرش كان باش تسيب روحك بعرجون ب 30 وب 40، انا صورتها ب 30 ولا 40. وتسكن في دارك؟ لا نسكن في دارك. بنيت الحمد لله، يعني بنيتها انا وشريتها انا وباسمي انا. ما شاء الله. والله بنيت منها وشريت منها وعرس منها لاولادي وعملت كل شيء. والله. قداش من واحد عندك معرسين اولادي؟ اولادي كل؟ كل ثمانية يعني تبارك الله. لا ستة، أنا السابع وأبوهم الثامن، ثمانية في العيلة. ستة غشاشر، عندي خمسة أولاد وبنية. تبارك الله. عرست أنا والكل والحمد لله. وكلهم معناتها قرا وثم شكون كمل قرا؟ وماخذين الباك وماخذين الدبلومات والحمد لله. خدموا ولا ما خدموا؟ يخدموا. يخدموا. معرسين واللي ماخو حتى طبيبة واللي ماخو فرملية واللي ماخو أستاذة، علاه تحبي نكذب؟ ها؟ تحبي ما نكذبش. ما عندي الكذب ما يوصل حتى البلاصه. لاباس. بعد وفاه زوجك الله يرحمه طبعا اكيد وحدك، معناتها ست صغيرات عانيت وحدك كل شيء وحدك. عانيت كل شيء وحدي وتوا عايشه وحدي ومبات وحدي كل شيء وحدي. اما وضعيه تو خير من وضعيه قبل. لا الحمد لله، والله الحمد لله. لا وقت شنو هي في التجاره ولا فاش؟ معناتها امور ماديه وضعيتك الاجتماعيه. شو نقول لك، الدنيا سلعه، حتى كي عندك فلوس ما عندكش باش ما تقسمش سلعة. فماش من تشريها السلعة. السلعة غالية، أنا كنت نهبط لتونس نمشي للمعامل الكل نعرفهم الكل، فم اللي قلبني فم اللي طمع فيا أنا. دونك عموما فرضت روحك في التجارة والحمد لله. والله يعرضوا لي كان العباد اللي وجاي هيك البراينية، إلا واحد منهم مالية ولا مش جيران ولا من الدولة عطاني حتى كراسة حتى قلم مرصاص. اللي يقول عطيتها فرنك ولا مديت يدي كان مدها لك ونقصها. أو نفهمك من راهو الطماعين، ريتهم اللي يطلبوه اللهم صلي على النبي يصوروا خير مني بألف مرة. نبدو من الزنك حلين يجيبوا 100,000 يبدلوها، مش هذاك من الزوالة. فهم ريتني أنا ونعطاو للجامع ونعطاو لكل شيء. مش نوريك، هي حاجة ما تتوريش. عاملة أوراق للجامع شوفهم. نعاونوا لاباس، أكثر من هكا ما نقول لك شيء. تحب تجي تضيف بحدا ميمتك يجي. والله كان جيت متفضية اللي ما نهزك، ونطيب لك فطور بالقنبة، ونطيب لك فطور اللي أنت ما ريتوش في حياتك. لاباس والحمد لله. عندي ولدي في البحر، عندي ولدي في البحر يجيب كعبة حول. أنا بالرمالة نتاع البحر نطيب لك به ماكلة وبنينة. يجيب كعبة سيبي نعرف كيش نتصرف فيها، يجيب كعبة بحرية. يجيب كعبة قنبر نعرف كيش نتصرف فيها، يجيب كعبة ليفي نعرف كيش نتصرف فيها، يجيب كعبة كحلية نعرف كيش نتصرف فيها. جي معلش أنا قلت لك ما نشريش اللحم، يعني صدقيني كي نقول لك راني من العيد ما شريتش اللحم، وفي العيد شريه لي ولدي العلوش، ما شريتش أنا زين. مسكين كل عام يشري لنا هو وبوغشاش. والله كري ولادهم ما تعرف، ولاد تو معوجين، قلبي يوجعني على ولدي. نبكي على ولدي، أنا ولدي سكنته قبلي أنا. اصلك ما تعرفش الكبده، والله ولدي سكنته قبلي انا. نحن على ولدي برشا، ولدي الكبير هذاك عينيا كلهم، هم ولادي الكل. ها ونعيط لك حتى للجيران. عندي واحد مو لازم في الحرس. عندي ولادي الكل، عندي واحد تاكسيست، علي يقول لك والله ما عندي وطلبت. بالعكس حاجه باهيه معناتها، واللي انت انا اللي عملته انا راضي على روحي ونفتخر بروحي. ونفتخر ببلادي، ويا ربي تخلينا تونس، ويا ربي تعطينا المطر بجاه النبي والسيد علي. اللي يقول لك تونس خايبه راهو يكذب. واحنا نحكيو على الماكله التونسيه، باش نحكيو على الاكلات اللي تتميز بهم بنزر. تونس عندنا مقرونه دياري، عندنا الرشته الحلوه والحاره، عندنا الكسكسي، عندنا المدفونه، عندنا الملوخيه، عندنا كل شيء، كل ما تحب وتشتي. عندنا نعملوا مقرونه بالقنبار، نعملوا كسكسي بالقنبار، نعملوا كل اللي نعملوا مصلي، نعملوا كل شيء موجود موجود وفي لحظه وتحضر لك كل شيء. نعملوا السلايط المشويه، نحضروا للشتاء شويه سلايط مشويه، نعملوا شويه فلفل مسير، نعملوا شويه فلفل احمر. ما نشري شيء، تو الثوم يشرو فيه ب 16 ب 18 ألف، انا خذيت على 5000 مقشه. صدقيني انت شنو ما عطيك شيء، عولتي كامله. علاش انا نشريها توا ب 16 هم بحذا؟ عمري ما وقفت على واحد وقلت وخذيت راس ثوم من عنده. مين اخوش؟ انا في المارشي يعني انا اليوم خذيت غله مثلا، ناخذ الغله ما نحبش الزبله الحقيقه. فما عباد تاكل الزبله راي. لا انا الزبله ما نحبش، نحب حويجه متوسطه. لا هي وش نقول لك والله انا كل الغله. لا نشري حاجه متوسطه، هما بالطبيعه يعرفوني باش يعطوني حاجه هكا ناخذ حاجه متوسطه، كان رمان ناخذ حاجه ما ناخذش ب 3000، ناخذ ب 1800، ناخذ ب 2000 فرنك، ديما الدينار التالي.
كان خضره زاده عندي جماعه اللي يجيبوا لي النعناع يجيبوا لي ياخذ راهي ربت نعناع فيها خير من حكه ما تنبلف مره يا مرايا هذيك ربي راهو الحاجات اللي تحقريهم هيكم الباهي المهم الفايده في المخ الفايده في المخ يعملوا سيره بالفلوس فهمتي تنجم تصوري اكثر مني وانا قديت اكثر منك فهمت مش الفايده في ريتني طول هنا مش فخره في روحي راه تلقاني في بلاصه اخرى ما عادش تعقلني وين تلقاني وين مثلا نقول وانت استدعيتني مثلا العرس يبداو يدوروا فوزيه ما جاتش وانت موجود وانا بحذاها ما يعقلونيش اقسم بالله لا يعقلوا هذاك عاد حاجه اخرى هذاك حاجه اخرى ما يقولوا لي علاش هكا لابسه وعلاش مثلا انا في المارشي كل حاجه انا نخدم في المارشي نخدم في مارشي اسمه مارشي يلزمني انا ما قل الحاجات الشاي وصيف صبادري وروب هكاكا وحاجات هكاكا ولاباسه ومن بعد طالون وحطه وحاجه اخرى هذيك امور اخرى لا لاباس الحمد لله ربي عايش لنا تونس والله ربي خلينا تونس عندنا فيه ما انت رئيسه هذا رئيس هذا رئيس محسوب كان حطوا رئيس اخر يعني شنو باش ينفخ عليها تطير في السماء انت كي تدخلي تلقي دار فارغه باش تعرسي تلقي دار فارغه كيف تعبيها مو بشويه وكي تلقيها مليانه تزيدي عليها هو لقاها فارغه لقاها ببوشة راه مشمشة ما خرجوا الاخرين سيقوها وجفلوها وعملوا لها ديكابو وتك فقط باش نسرك باش نزيد نتاكد عمرك 70 تبارك الله والله عمري 70 والله عمري 70 من عام 53 من عام 51 اختي 53 وانا 51 اي لكن نتحرك برشا ريتني تو مثلا مش نروح من هنا نمشي للنقل على ساقيه لهنا نطلع وراو عندنا الكراهب ما نقولش ما عندناش وانا بيدي عندي كاميون ما زلت كي بعت خدمت عليها خديتها 2008 بعتها 2023 ما عادش عندنا شكون يسوقها خاطرش احنا اللي خدمناه راه عملناه في السوق عملنا كنت نخدم في السوق فهمتني توا كي ما عادش حتى واحد لاهي بها علاه نقعد نخلص عليها كل شهر كل عام مليون ليسيرونس بعتها باش نعطيه بعتها 2023 كا ولقيت فيها خدمتي ولقيت فيها فلوسي حله وهز وحوض كا ومشيت على روحي ما عندي منع نقعد نخلص عليها في مليون وهي ما تخدمش